موضوع قبليك موضوع على ريال بلان لأنه ما نجمناش نتحصلوا على سي إبراهيم بن إدريس بالهاتف الآن هو جاهز معنا سي إبراهيم بن إدريس رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي نقول لك صباح الورد سيدي العزيز وشكرا على تلبية الدعوة. صباح الخير السلام عليكم مرحبا بمستمعي جوهرة اف ام ومرحبا بالاعلامي الكبير سي حاتم مرحبا بك. العفو يا سيدي مرحبا بك. سيدي ابراهيم حبيت نسالك على حوايج انا اجتهدت عتيت من خلال الموقع الرسمي نتاعكم ما قرر في خصوص المرافقه والمساعده اللي تقوم بها وزاره الشؤون الاجتماعيه والدوله التونسيه بطبيعه الحال نحو ابنائنا وبناتنا وعائلاتنا اللي هم في حاجه لهذا التدخل، شنو الجديد اللي موجود وهات نقدموه باكثر تفاصيل من عند حضرتك؟ شكرا على السؤال ويعطيك الصحة. الدولة التونسية يعني ومن فاتية معناها تهتم بالفئات الفقيرة محدود الدخل ولو أنه ديما تبقى الأمور نسبية وماهيش معناها ما وصلناش إلى الحد يرضينا الناس الكل لأنه في حدود الإمكانية تاع الدولة التونسية احنا ديما معناها وخاصة مع الدولة الاجتماعية منذ 21 ولتكريس الدولة الاجتماعية ثم توجه كبير ياسر نحو الفئات الضعيفة والفئات الهشة الفئات الفقيرة ومحدود الدخل يعطاها إلى العناية اللازمة وتوفير ما يمكن توفيره حتى نساعدها على مجابهة الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة. ولهنا تم مثلا في وزارة الشؤون الاجتماعية وبتعليم السيد وزير الشؤون الاجتماعية ترفيع في المنحة الشهرية لعائلة المعزة ب 20 دينار ولت من 220 دينار ولت 240 دينار. هي كانت 220 ولات 240 هذه منحة العائلات المعوزة بالطبيعة ما نخفاوش على التجربة النموذجية متاعنا في تونس واللي هي مفخرة قدام جميع الدول وإحنا كل ما نمشي والبرة يقولون معناها من أهم الأشياء اللي عملتها تونس هي الاستثمار في رأس المال البشري خاصة في الأطفال من أبناء العائلات المعزمة عند الدخل وتمكينهم من منحة شهرية قدرها 30 دينار بعنوان كل طفل بدون سقف. وكان سيد وزير الشؤون الاجتماعية شديد الحرص على تقنين هذه العملية وتم تقنين في قانون المالية لسنة 22 المنحة بعنوان الأطفال 0-5 سنوات وإحنا طوى أي عائلة تونسية من العائلة المعزة ومعنى الدخل تأخذ كل شهر 30 دينار بعنوان الأطفال مهما كان العدد. ما عادش محصور، ما عادش فما حصران للعدد. ما كانتش موجوده هي اصلا وما عندناش عدد. انت عندك خمسه اطفال تاخذ 150، عندك ثلاثه تاخذ 90. واضح. صحيح العمليه تجي كل ثلاثه شهور خاطر هم يحسوها مدى بهم كل شهر تجي. ما احنا كيما الصناديق الاجتماعيه يتم اسنادها ثلاثيه معناها العمليه. هذا يسميوها منحه الاولاد هذيك باش يعرفوها العباد منحه الاولاد. منحه الاولاد بالطبيعه وعملنا تجربه سنين 18 سنة رفعنا السيد وزير قال احنا خدمنا وعطات نتيجة باهرة نعملوا تجربة في 18 سنة وتم تمكين حوالي 538 ألف طفل من المساعدة هذه من منحة هذه الأطفال من العائلات هذوم نفس قيمتها المالية معناها 30 دينار 30 دينار نحكي ديما 30 دينار هذا في إطار تكريس الدولة الاجتماعية ثم عندنا التدخلات الاجتماعية الظرفية يعني الموسمية ولا بعنوان المواسم والأعياد ولا القدرات في الكوارث الطبيعية ولا في الظروف الاستثنائية عندنا اعتمادات تخصصها الدولة التونسية في الاتجاه هذا. عندنا بمناسبة الأعياد عندنا في كل مثلا شهر رمضان عندنا نعطوا 60 دينار لكل عائلة في بداية شهر رمضان هذه كان نسميها كمنحة القفة متاع رمضان هكا ولا لا؟ 60 دينار عند نهاية شهر رمضان وفما منحة متاع العيد ولا لا؟ هكاك بالضبط بالضبط هكاك. وبالاضافه الى المساعدات قفه رمضان نعطوا مساعدات شهر رمضان اللي فائدتي ما معناها حوالي احنا العائلات المعزه الكل تاخذ وحوالي 60,000 عائله نعطوها عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي نعطوها لقفه رمضان. زدتوا فيها رفعتوا فيها السنه هذول هكا ولا لا سي ابراهيم؟ هو سي حاتم كل سنه يقع الترفيع باعتبار التطور نتاع الاسعار اللي قاعد يحصل باعتبار الوضع الاجتماعي باعتبار عديد الاعتبارات ناخذها. بالاضافه لهذا عندنا التدخلات نتاع قداش ولات السنه 100 دينار هكا ولا لا؟ لا 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 60 120 دينار 120 دينار معناها 60 و60 60 منحه القفه و60 دينار 120 و60 منحه العيد هكا ولا لا؟ مع المساعده اللي يتم اسنادها من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي واللي هي في حد ذاتها مموله من ميزانيه الدوله. معك به
خاطر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عنده الليدون، عنده الليبات اللي ياخذها يفرقها، وعنده التمويل من عند الدولة. عند الدولة هذا بالإضافة للمساعدات الكبيرة اللي تعلنها الدولة التونسية معناها على ميزانية الدولة في كل سنة بمناسبة موجة البرد، واللي يستفيد منها جميع الولايات، معناها كل ولاية تاخذ معناها كوتا من الواحد، مع إعطاء الأولوية للولايات الأكثر فقرا، واللي الولايات تعرف بالبرد الأكثر برد تبدا في موسم الشتاء يكون بارد ياسر، نوفروا لهم المساعدات هذه نتاع فصل الشتاء موجة البرد، واللي تتمثل في معناها مجموعة من اللباس والأغطية وحشاية ومعناها سلة غذائية متكاملة. حبيت نسأل قداش عدد العائلات اللي معوزة ويتمتع بهذا التدخل من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية؟ العائلات المعوزة 340 ألف عائلة معوزة تتمتع بهذه التدخلات. وبالنسبة و60 ألف عائلة من العائلات محدودة الدخل اللي ندخلوا لهم عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، هذوما اللي يتمتعوا بهذه المساعدة، تدخلات الدولة المباشرة في المساعدات. بالإضافة لهذا كل عندنا راهو مساعدات ظرفية اللي هي بصحيح معناها الانفولوب مش معناها الاعتماد مش كبير ياسر، خاطر نعرفوا شنو هي الوضعية، لأن عندنا مساعدات ظرفية في كل ما تتطلب الضرورة باش ندخلوا ويدخل سيد وزير الشؤون الاجتماعية، خاطر عنده الحقيقة نتاع ربي معناها عنده حس اجتماعي كبير ياسر، وحتى وصلنا مثلا كان تكفل بعمليات، تكفل بشراء الأدوية، تكفل بكذا. التكفل هذا بربي بطاقات العلاج المجاني هي عن طريقكم أنتم تتعطاها هكا ولا لا؟ احنا وزارة الشؤون الاجتماعية تسند العلاج المجاني والعلاج بتعرفه منخفض. باهي. واللي عندنا الآن 340 ألف عائلة تتمتع بالعلاج المجاني، و645 ألف عائلة ولا أكثر شوية تتمتع بالعلاج بتعرفه منخفض. باهي 600 ونعطيك في حاتم المجمل الاعتماد المخصص للعائلات الفقيره ومحدود الدخل والفئات الهشه في تونس 1462 مليار. واضح. معناها انفلوب كبير ياسر وخدمه كبيره ياسر، ومنذ 21 منذ سنه 21 تم تطور كبير ياسر في العمل هذا، خاصه مع رقمنه منصه الامن الاجتماعي اللي بالطبيعه هي نعتبروها من أهم إنجازات الحقبة هذه من جويلية 21 الآن، منظومة الأمن الاجتماعي اللي هي رقمنة إسناد الخدمات لفائدة الفئات هذه. الآن كل شيء مرقمن، كل شيء يتعدى على التقاطعات تاع الوزارات، الكل أي واحد يطلب خدمة نعدوه على التقاطعات، سي إن إس إس، سي إن إر، القباضة، تروتي، المدنية، باش يتحصل على الخدمة إلا ما يكون بالحق معناه يستحق الخدمة هذه. مع زادة معناه ما ننساوش أن العملية كلها قاعدين نصوبوا فيها وقاعدين نصلحوا في منظومة إسناد الخدمات والخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية، مع أنه سيد وزير الشؤون الاجتماعية حريص جدا على أنه كل خدمة لازم توصل لكل مواطن أينما كان في كل بلاصة. ولخص الاجتماعيين قاعدين يقوموا بدور كبير ياسر، ونحب انتم نقول راكم بالضبط في السنوات الاخيره نحس بكم خليتنا حلقه على اجتهاد كبير، وبرافو عليكم، وان شاء الله الاصلاح المنظومه كامله تواصلوا فيه، وان شاء الله ما نخليه حتى حد مستحق في بلادنا. هذا دور الدوله الاجتماعيه من ناحيه، من ناحيه ثانيه مازالوا العباد ينتظروا في قرار اعلن عليه سيد وزير الشؤون الاجتماعيه هو في خصوص ترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص، مهم جدا. عبادي يقول لك نخرج توا ونخرج ناخذ في منحه نتاع شيخوخه ولا ما نخلطش وكذا، نحب نواصل العام والعامين يساعدوني عندي شهريه وهي اختياريه، ان شاء الله يخرج في القريب العاجل نجم يحسن الوضعيه شويه زاد هدايا راهو للصناديق وللتوانسه. استاذ حاتم هو راهو عمليه، قلت انت كلمه اخترت عرفت تختار اللفظ هي حقيقه خليه تنحت في وزاره الشؤون الاجتماعيه. لا يعطيكم الصحه. وهي الخط الامامي، في كل ما يتعلق بسياسه الدوله كلها، حتى في التدخلات في توفير الواحد، وثم خدمه كبيره ياسر الحق. يعطيكم الصحه الكل. الدوله الماديه صعيبه شويه، اما رانا موجودين وقت تتطلب ضروره باش يكونوا موجودين وما عندنا حتى مزيه. هو خويا ابراهيم موطي. هو سي ابراهيم بن ادريس نلقاوكم وقت الصعوبات، احنا هذا اللي يلزمنا نلقاو وزارتنا وزاره الشؤون الاجتماعيه لوزاره التوانسه الكل، ويعطيكم الصحه وانتم موجودين. ميرسي بوكو، نورتنا سي ابراهيم. في ازمه كوفيد الواحدين الموجودين على الميدان وخدموا وخدمنا، مش غريب عليكم، مش غريب عليكم، من اسناد مساعده لمليون عائله. مليون عائله. شكرا لحضرتك سي ابراهيم بن ادريس رئيس الهيئه العامه للنهوض الاجتماعي.